اهلا بيك في المكان اللي هتلاقي فيه كل العلم والمعرفه اللي انت محتاجها، وهو Learn Different Academy. في حلقه النهارده هنتعلم مع بعض ازاي نتعامل مع الناس اللي حوالينا، الناس المهمين في حياتنا، بذكاء وكمان بقوه. انا اسمي احمد حسن وانتوا بتتفرجوا على Learn Different Academy. مين فينا مش محتاج ان يكون مصدر احترام وتقدير من كل اللي حواليه؟ علشان تكون مصدر جاذبية وتكون مصدر احترام وتقدير اللي حواليك، لازم يكون شخصيتك فيها شوية مواصفات ومميزات. وعلشان انا اعرف قد ايه الموضوع ده مهم، جمعت لك النهاردة 10 افكار و10 حاجات لو كانوا موجودين في شخصيتك، ده هيساعدك بشكل كبير جدا ان انت تتعامل مع كل اللي حواليك بذكاء وكمان بقوة. في فرق كبير جدا من انك انت تكون بتشتغل كويس وتكون مجتهد وتكون بتبذل مجهود كبير جدا في شغلك وفي حياتك، وان الناس تبقى عارفة المجهود اللي انت بتبذله. فاهم من انك انت تشتغل واهم من ان انت تكون مكافح ومجتهد في شغلك، انك انت تعرف الناس بشغلك وبمجهودك وبالحاجات اللي انت بتعملها. لان لو انت ما عرفتش الناس بمجهودك والناس ما شافتش شغلك واجتهادك والحاجات اللي انت بتعملها، يبقى كل ده ملوش اي لازمة. فاهم ان الشغل نفسه هو انك انت تعرف الناس بالشغل ده. اوعى تكشف اسرارك وتبين نواياك لاي حد. تخيل كده معايا، لو انت رايح تبيع تليفون او تبيع حاجة معينة عندك، والحاجة دي تمنها غالي وانت عارف، بس دخلت على البياع او الشخص اللي انت هتبيع له الحاجة دي وقلت له انا محتاج الفلوس جدا ومحتاج ان انا بيع الحاجة دي النهاردة باي تمن، علشان خاطر انا محتاج الفلوس بتاعتها في حاجة معينة. انت بقى منتظر بعد المشهد ده ان البياع يعمل ايه؟ هيديك سعر كويس في المنتج بتاعك حتى لو هو كان قيم فعلا ويستحق فلوس كتير، ولا هيحاول يبخس بيه الارض علشان خاطر انت قلت له ان انت محتاج الفلوس دي؟ طبعا من غير اي تفكير السيناريو التاني هو اللي هيتم، وهو انه هيحاول يستغل الموقف اللي انت فيه عشان انت محتاج تبيع الحاجة دي، فهيبدا ان هو يديلك فيها سعر قليل، وعشان هو عارف ان انت هتضطر انك تقبل بيه لانك انت محتاج. لكن العكس، لو انت ما حسستوش قد ايه انت محتاج وقد ايه انت مهتم ان البيعه دي تتم عشان انت محتاج الفلوس، هيبدا ان هو يحاول يبذل مجهود اكبر في ان هو يعرض عليك انه يشتري الحاجه دي، وهيبدا ان هو يعمل مساومات ويديلك اسعار كويسه علشان تقبل انه يشتري منك الحاجه دي. فالفكره كلها ان انت لو بينت نواياك وبينت احتياجك للشخص اللي قدامك، انت كده لقيت مصدر ضعف وهو بقى مصدر قوه. لكن علشان خاطر تحافظ على قوتك وعلى ثباتك، وعلشان تتصرف بذكاء في المواقف اللي شبه دي، مش بس في مواقف البيع والشراء، لا، في كل مواقف حياتك اللي بتتعرض ليها، لازم تعرف ازاي تكون مصدر قوة وما تبقاش ابدا مصدر ضعف. وده بانك انت حتى لو كنت محتاج للحاجة دي، وحتى لو كنت فعلا مضطر انك تعملها، ما تبينش ده ابدا، وبين عكس ده. ودايما لازم تكون واثق في نفسك وواثق في قدراتك، وتكون ثابت على مبدأك وعلى موقفك، وما تبينش ابدا ضعفك حتى لو كان ده موجود فعلا جواك. تالت حاجة، وهي انك انت تستفيد من كل اللي حواليك حتى من اعدائك. ايه ده؟ حتى من اعدائي؟ انت بتقول ايه؟ انا مش فاهم يعني ايه تستفيد من اعدائي، ازاي اعملها دي؟ لو انت خليت دايرة الناس اللي حواليك كلها هي دايرة اصدقائك ومعارفك والناس اللي بتحبهم وتثق فيهم، ده هيخليك ما تاخدش حذرك من الخطر اللي ممكن يجيلك من الناس دي. لان في معظم الاحيان الخطر الحقيقي والمشاكل الحقيقية والضرر والاذى الحقيقي بيجي من اقرب الناس ليك. لكن لو انت خليت دايما اعدائك والناس اللي انت عارف ان هما بيكرهوك وما بيحبوكش وبيحقدوا عليك وقريبين منك دايما، ده هيخليك دايما واخد حذرك ومحرص من كل اللي حواليك، وهيخليك عرضة اقل لانك تعرض للغدر والخيانة والاذى والضرر اللي ممكن يجيلك في شغلك او في حتى حياتك الاجتماعية. فمهم جدا انك زي ما هتخلي حواليك اصدقائك والناس اللي بتثق فيهم، انك تقرب من اعدائك وتخليهم دايما قريبين منك وقدام عينيك. ده دايما هيخليك متحفز ومستعد لاي ضرر ممكن يجيلك، سواء منهم او من اي حد من الناس القريبين منك. رابع حاجة، ودي نقطة مهمة جدا، وهي اوعى اوعى تلتزم باي شيء. يعني ايه يا عم؟ انت عايز تقولي ان انا ملتزمش باي حاجة وابقى شخص غير مسؤول؟ لا، انا مش قصدي كده، بس الفكرة كلها ان في نوعية من الناس بيحب دايما انه يستغل الناس اللي حواليه، فيقرب منك كده ويقولك ممكن لو سمحت تعملي الخدمة الفلانية، ممكن تعملي الحاجة دي،
ومش بس كده، ده هو هيحاول ياخد منك التزام ويلزمك ان انت تعمل الحاجه دي، وده بانه هو يقول لك توعدني انك تعمل الحاجه الفلانيه، لو سمحت انا محتاجك جدا جدا جدا، لو سمحت اوعدني انك انت هتعمل الحاجه الفلانيه، اوعدني ان انت هتروح المكان الفلاني، اوعدني انك انت هتديني الشيء الفلاني. فهو عارف ان هو مجرد ما ياخد منك الوعد ده هو كده ألزمك بالحاجة دي، وانت بقيت مضطر انك تعملها حتى لو هي عكس مبادئك، حتى لو هي هتضغطك، حتى لو انت مش عايز انك تعملها، بس مجرد ان انت وعدته فهو خلاص عارف ان هو كده ألزمك بيها. فعلشان تتصرف بذكاء وعلشان تقلل ضغوطاتك وضغوطات الناس اللي حواليك ليك، لازم تقلل التزاماتك ناحيتهم، لازم ما تلزمش نفسك بأي حاجة انت مش مضطر انك انت تعملها، علشان ده هيزود الضغوط اللي عندك اللي هي اصلا كتير مش قليلة. وكل ما انت بتزود في التزاماتك للناس اللي حواليك، ده بيخليك تقلل من الحاجات اللي انت ممكن تعملها في تطوير نفسك او في نجاح حياتك انت الشخصية. فبدل ما تقول انا اوعدك ان انا هعمل الحاجة دي، او انك انت تلتزم بانك انت تعملها، قوله هنشوف، حاضر هحاول اعملها، على قد ما اقدر هحاول اساعدك، علشان ما تبقاش لزمت نفسك بحاجة تضغطك بعد كده وتأخر تقدمك في المستقبل. لو انت بتشتغل في شركة او في مكان وفي مدير اعلى منك او في رئيس ليك، اوعى اوعى تغلط الغلطة دي وتحسسه انه مش مهم، او تحاول تهمشه، او تحاول تحسسه ان انت اذكى منه، او انك انت بتفهم في الشغل اكتر منه، او انك انت عارف الشغل اكتر منه، لان ده بمنتهى البساطة هيحسسه ان انت خطر عليه. واكتر حاجة ممكن تسبب لك انت نفسك الارهاق في الشغل هو ان مديرك يبقى حاسس ان انت خطر عليه، هيبدا دايما يهاجمك، وهيبدا ان هو يعاملك بشكل عدائي، وهيبدا ان هو متحفز لك دايما ومتحفز لكل تحركاتك وبيحاول ياخرك وياخر تقدمك في الشغل. انت لازم تتصرف بذكاء مع مديرك ومع رؤسائك في العمل، ودايما تحترمهم، ودايما تحسسهم قد ايه مهمين وقد ايه ان انت بتتعلم منهم، علشان ده هيساعدك ان انت تكسبهم وتكسب احترامهم وحبهم ليك، وكمان هيساعدك ان انت تكون البيئة المناسبة ليك انت في تطوير نفسك وفي انك انت تنجح في شغلك اكتر واكتر. سادس حاجة، ودي برضو من الحاجات المهمة جدا، وهي انك انت ما تبينش كل قدراتك وما تظهرش كل مهاراتك والحاجات اللي بتعرف تعملها مرة واحدة، لان لو الناس اللي حواليك سواء كانوا زملائك في العمل او كانوا رؤسائك او كانوا حتى مجرد ناس عاديين في حياتك، حسوا ان انت مميز عنهم وحسوا قد ايه ان انت اشطر منهم في حاجات معينه وقد ايه ان انت مميز في حاجات معينه هم بيعرفوش يعملوها وانت بتعرف تعملها، ده هيخلي ان في منافسه شديده جدا بينك وبينهم، وهيخليهم دايما متحفزين ان هم ينافسوك وان هم يحاولوا يبقوا احسن منك، فده هيخليك تخش في منافسه شرسه جدا معاهم، وده هيرهقك وهيعطلك عن تحقيق اهدافك وتحقيق احلامك. حاول دايما انك انت تبعد عن اي حاجة فيها منافسة، الا لو كنت محتاج انك انت تعمل كده، لكن في اي حاجة انت مش محتاج انك تكون موضع منافسة مع شخص تاني والحاجة دي هتأخرك وهتخليك تتعطل عن حلمك وعن هدفك، ما تدخلش فيها ابدا وما تضيعش وقتك فيها ابدا. ومن هنا هيجي النقطة اللي بعد كده، وهي انك انت ما تحاولش تجادل حد في انك انت تثبت صحة نظريتك، او انك انت تثبت انك انت وجهة نظرك صح، لان ده هيرهقك وهيخليك تبذل مجهود اضافي على الفاضي. دايما خلي الافعال هي اللي تثبت مش الكلام. لو عايز تثبت نظرية وعايز تثبت ان انت صح واللي حواليك غلط، خلي الافعال هي اللي تثبت، ما تخليش الكلام، ما تحرقش بنزين كتير في الكلام، وما تبذلش مجهود كبير في الكلام وفي اثبات وجهة نظرك وفي اثبات ان انت صح، لان ده هيبقى مجهود على الفاضي وممكن يخسرك الناس اللي حواليك، وممكن يخسرك الشخص اللي انت بتحاول تثبت له صحة نظريتك وجهة نظرك. فانت في غنى عن انك انت تخسر الناس دي، سواء كانوا هم اصدقائك او حتى كانوا اعدائك، لان انت محتاج انك انت تبقى الناس دي موجودة في دايرة علاقاتك. فلما تقعد تخسر في الناس لمجرد بس ان انت تثبت ان انت صح، فده هيخليك تخسر ناس كتير جدا، والناس دي لما تخسرها هيأثروا على نجاحك وعلى شخصيتك انت وعلى مدى حب الناس اللي حواليك ليك، وده حاجة انت في غنى كبير جدا عن انها تحصل. فرجاء ما تجدلش وما تحاولش تبذل مجهود في اثبات نظريتك واثبات ان انت صح، وخلي الافعال هي اللي تحكم. اذكى حاجة في الوجود هي انك انت تفضل ساكت 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 ما تتكلمش، واول ما تجيلك الفرصة المناسبة
تبدأ تطلع مواهبك وقدراتك علشان تكسب كل اللي حواليك. ودي الحاجة اللي دايما كان الطلبة الدحيحة بيعملوها في المدارس، هو ان الطالب ده بيفضل ساكت 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 ساكت، واول ما المستر يسأل سؤال ما يبقاش في حد عارفه خالص يرفع هو ايده ويبدأ انه يجاوب السؤال ده بكل احترافية، فده بيخليه ان هو يكسب احترام وتقدير المدرس ويعرف قد ايه ان الطالب ده مجتهد، وكل زمايله اللي حواليه هينبهروا لان هو عارف الحاجة اللي محدش فيهم عارفها. فخليك دايما ذكي في انك انت ما تتكلمش طول الوقت، بس اعرف امتى الوقت المناسب انك تتكلم وامتى الوقت المناسب انك تظهر وتبين شخصيتك الحقيقية وتبين قدراتك وميزاتك في الوقت ده. نصيحتي رقم 9 عليك، وهي انك انت اوعى تغضب. طبعا كلنا بيجي علينا وقت ان احنا بنغضب وبنتنرفز وبنتضايق وبنتعصب وبننفعل، ده شيء طبيعي، دي طبيعتنا البشرية. لكن لو انت عايز تبقى شخص ذكي ودايما تبقى في موقف قوة من اللي حواليك، يبقى لازم تبين دايما عكس اللي جواك. فلو انت غضبان جدا ومتنرفز ومتعصب، حاول تبين عكس ده، وحاول تداري وحاول تخبي انفعالك وغضبك ده علشان ما تبقاش في موقف ضعف يخلي اللي قدامك يستغل الموقف ده لصالحه في انه يغلطك او في انه هو يخليك تعمل حاجة تندم عليها بعد كده في المستقبل. فمهما كنت غضبان، حاول تدرب نفسك تدريجيا انك ما تبينش الغضب ده عشان دايما تبقى في موقف قوة. نقطة رقم 10 واخر نقطة هنتكلم عنها النهاردة، وهي انك انت لازم تخلي شخصيتك فيها شيء من الغموض. اكتر شخص الناس بتحب تقرب منه وبتبقى عندها فضول وحب استطلاع انها تعرف اكتر عن الشخص ده، هو الشخص اللي عنده غموض في حياته، اللي مش عارفين يعرفوا ردود افعاله، ومش عارفين هو يتصرف في الموقف ده ازاي، ومش عارفين هو ممكن يعمل ايه دلوقتي، او هو ممكن يتصرف ازاي لو احنا عملنا معاه الحاجة المعينة او الحاجة الفلانية دي. دايما بتلاقيهم متحفزين في التعامل مع الشخص ده، ودايما خايفين في التعامل معاه عشان هم مش عارفين رد فعله في المواقف دي هيبقى عامل ازاي، فدايما بيتعاملوا معاه بحذر ودايما بيعملوا له الف حساب. فلو انت عايز تبقى شخص في موضع قوة وموضع تقدير واحترام للناس اللي حواليك، لازم ما تبينش كل اسرارك وما تبقاش كتاب مفتوح لكل اللي حواليك، لازم يكون حياتك فيها شيء من الغموض. اتمنى تكون نصايح ليك في الفيديو ده فارتك وخليتك اتعلمت حاجة جديدة وخليتك بدأت خطوة جديدة او بدأت بداية جديدة في انك انت تتعلم ازاي تبقى ذكي وازاي تبقى قوي وشخصيتك تبقى قوية في تعاملك مع كل الناس اللي حواليك. ولو عجبتك الحلقة واستفدت منها، متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة علشان تشوف كل الفيديوهات اللي فاتت واللي جاية. تابع المحتوى بتاع اللغة الانجليزية، وتابع محتوى اللايف كوتشنج، وتابع محتوى تطوير الذات، وتابع ان شاء الله كل المحتويات الجديدة اللي هنقدمها في الفترة الجاية على قناتي Learn Different Academy.